يقول: أب أخذ قرضا كاملا على معاش ابنته بدون علم زوجها، وقال لها: خذي من زوجك معاش شهري وإن هذا حقك بالشرع. هو لا شك أن الزوج مأمور بالنفق على زوجته، الزوج مأمور بالنفق على زوجته، ولا يحق له من مالها شيء، لا يحق له من مالها شيء. وعبد الله بن مسعود كان فقيرا، وامرأته زينب كانت غنية، ولما أراد أن تخرج زكاتها سألت ابن مسعود زوجها: أيصح أن أعطيك زكاة مالي؟ فقال لها: نعم، وإن شئت فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن، فقالت لبلال: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقل له من أنا. فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، امرأة تسأل، قال: من هي؟ قال: زينب. قال: أي زيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. لا يستطيع أن يخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قل لها لها أجر وصلة، يعني زكاة صدقة وصلة، يعني صلة رحم لزوجها، فتأخذ الأجر هي. لكن لم يقل له يجب عليها أن تنفق، المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، الزوج هو الذي ينفق على زوجته. هذا من ناحية. الناحية الثانية أيضا، الأب كذلك لا يجوز له أن يأخذ من مالها، كما أن الزوج لا يجوز له أن يأخذ من مالها، كذلك الأب لا يجوز له أن يأخذ قرضا عليها وبحجة أنه أبوها، هذا لا يجوز أيضا، لأن الأصل قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا برضا نفس، لا الأب يأخذ من أمال ولده، ولا الولد يأخذ من مال أبيه، ولا الزوج تأخذ من زوجها، ولا الزوج يأخذ من زوجته، إلا في الواجبات. إذا قصر الزوج في النفقة جاز للمرأة أن تأخذ، لأنه واجب عليها أن ينفق عليها، كما قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي شيء إن أخذت منه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك، بس هذه من عندي ترى، بس يعني قال: خذي ما يكفيك ولدك. لكن ما يجوز أن تأخذ زيادة بحجة أنه زوجها، ولا يجوز للزوج أن يأخذ المال زوجته بأي حال من الأحوال، ولا يجوز للأب أن يأخذ المال ولده على الإطلاق هكذا إلا إذا احتاج. وذكر أهل العلم 4 شروط حتى يأخذ الأب أو الأم من مال الولد، وبعضهم قيدها بالأب، والصحيح أن الأب والأم لا يجوز أن يأخذ من مال ولده إلا ب4 شروط اللي هي منفية: أن يكون الأب محتاجا، أن يكون الابن عنده فائض، غير يعني إذا كان عنده زوجة وأبنائهم أولى، فإذا كان عنده فائضا المال فائضا. إذا كان الأب لا يأخذ المال ليتجمل به، يريد يعطي هذا ويعطي هذا ويعزم هذا وكذا، لا، يكون لحاجة وليس للتجمل أمام الناس، ويأخذ بقدر الحاجة فقط. هذه شروط لأخذ الأب من مال ابنه. وأما حديث أنت ومالك لأبيك، أول حديث ضعيف لا يثبت، وإن صح فذكروا له قصة، وهو أن رجل أخذ من مال ولده، ثم جاء الولد يطالب أباه بالمال، فما أعطاه الأب المال، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أنت ومالك لأبيك. يعني لا يجوز للولد أن يشتكي على أبيه لدين عليه، لكن أيضا لا يجوز للأب أن يأخذ مال ولده بدون حاجة ماسة. فالمهم هنا أنه كما أن الزوج لا يأخذ مال زوجته وهو ينفق عليها، كذلك الأب لا يجوز له أن يأخذ مال ابنته إلا بقدر حاجته ولا يضيق عليها. والله المستعان.